قد آن زوالك قد آن فارتقبي منا النيران. قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وهو يتحدث عن أهل العراق، قال: هم جمجمة العرب، كنز الرجال ومادة الأمصار، ورمح الله في الأرض، فاطمئنوا فإن رمح الله لا ينكسر. فيا أبناء كسرى، أين تفرون من جيل يرفع سبابة التوحيد عند المرء؟ ارتقبي إشراقة فجر تمحو ظلمة ليل هانا، تمحو ظلمة ليل هانا.